الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا، كل سبب الإنسان إذا توصل إليه وعمل به يتمكن أن يصل إلى المسبب. أما إذا الإنسان لم يتوصل إلى السبب لا يتمكن أن يتوصل إلى المسبب. في قصة ذي القرنين في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أتبع سببا، يعني أنه اتبع ذو القرنين الأسباب حتى تمكن من السيطرة على العالم. لأن ذا القرنين في قول مشهور تمكن أن يستولي على سلطة العالم. كلامنا الآن ليس في ذي القرنين ولا في وصوله إلى العالم، وإنما كلامنا حول حكم الإسلام، وأنه ما هو تكليفنا نحن. البلاد الإسلامية منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قبل قرن في بعض البلاد، إلى قبل نصف قرن في بعض البلاد، وفي بعض البلاد إلى ما قبل 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 90 سنة. البلاد الإسلامية كانت تحكمها القوانين الإسلامية. صحيح أن كثيرا من الخلفاء والأمراء والملوك كانوا شخصا وحاشية فاسقين، لا يطبقون الإسلام على أنفسهم، يشربون الخمر، يلعبون القمار، ينساقون وراء الشهوات، يقتلون الأبرياء، يستولون على أكبر كمية من أموال الرعية، أو أن قسما منهم ما كان يصلي أو ما كان يصوم أو ما كان يحج. لكن قوانين البلاد كانت إسلامية، يعني المحاكم، القضاة ومن أشبه كانوا يحكمون على طبق الإسلام. إذا كنت تذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى المدينة وصارت عندك مشكلة مع إنسان، كنت تراجع القاضي. القضاء كان حسب القوانين الإسلامية، يعني أنه البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، وما أشبه من القوانين التي قررها الإسلام. إذا زوج الإنسان بنته وعمرها 10 سنوات، الدولة، القاضي، المحكمة، الحاكم ما كانوا يقولون لهذا الأب إنك خالفت القانون ويجب أن تسجن. وكذلك إذا عمر الإنسان قطعة من الأرض المباحة ما كان الوالي أو الحاكم أو القاضي أو من أشبه يقولون له
إن هذه الأرض لا يجوز لك بناؤها إلا بحدود والرسوم وبلدية ومهندس ومن أشبه. كانوا يعملون بأن القانون هو قانون الإسلام، وأن البنت تبلغ إذا بلغت عمرها 10 سنوات، وقانون أن الأرض لله ولمن عمرها، إلى سائر القوانين الإسلامية. من الواضح أنه في فترة أو فترات قصيرة جدا القانون لم يكن قانون الإسلام في البلاد، مثل فترة تشنجيز أو فترة بعض القرامطة أو فترة صاحب الزنج أو ما أشبه، لكنها كانت فترات قصيرة جدا، لعلها 10 سنوات 5 سنوات أقل أكثر. وإلا القانون العام كانت قوانين إسلامية، القضاة يحكمون حسب الكتاب والسنة، الحكام يحكمون حسب القوانين المنبثقة من الإسلام. مهما كان الوالي أو الحاكم العام أو الملك أو الأمير فاسقا وفاجرا، لما جاء الغربيون والشرقيون إلى البلاد الإسلامية، ونقصد بالغربيين بريطانيا وأمريكا وفرنسا ومن لف لفهم كإيطاليا في ليبيا مثلا، ولما جاء الشرقيون إلى البلاد الإسلامية كالشيوعيين، هؤلاء غيروا قوانين الإسلام. يعني بقي الحاكم فاسقا فاجرا كافرا شاربا للخمر، بالإضافة إلى ذلك صار القانون قانون الغرب، وصار القانون قانون الشرق، بدلوا القوانين إلى قوانين كافرة. يعني أنك إذا زوجت بنتك وعمرها 10 سنوات كان القانون يعاقبك، وأن هذا الشيء خلاف القانون. أو أنك كرجل دين إذا عقدت المحكمة تقول إنك لم تكن مجازا في العقد فيجب عليك أن تسجن، أو أنك إذا بنيت لك دارا أو رممت لك دكانا كان القانون يقول لك بغير إجازة البلدية صنعت هذا الشيء فللبلدية الحق في أن تهدم دارك أو أن تسجنك. الغربيون بدلوا قوانين الإسلام إلى قوانين الكفر. هذا الآن موجود في أغلب البلاد الإسلامية، يعني صار القانون قانونا شرقيا أو قانونا غربيا أو مزيجا منهما، مثل قانون مثلا الاشتراكية أو قانون الإصلاح الزراعي أو سائر القوانين، العقوبات، الجرائم، المعاملات، وإلى آخر القوانين. صارت هذه قوانين كافرة. القجريين ما كانوا حكاما صالحين، لكن القوانين في بلادهم على الأغلب كانت بيد الإسلام، العلماء يحكمون، القضاة الإسلاميين يحكمون، الحكم كان حسب قانون الإسلام. وإذا غير في زمان القاجاريين كان تغييرا بسيطا جدا وجدا. البهلوي لما جاء رضا خان، هذا كان عميل بريطانيا، والبريطانيون هم الذين جاءوا به في صراحة ووضوح، فهذا طبق القانون الكافر. وفي سائر البلاد أيضا جاءوا بعملاء لهم غيروا القوانين الإسلامية إلى قوانين كافرة. هؤلاء الحكام
العملاء للمستعمرين، لما جاءوا إلى البلاد صنعوا ثلاثة أشياء بالنسبة إلى القوانين، قوانين البلاد. الشيء الأول، جاءوا بقوانين المستعمرين الغربيين والشرقيين، يعني الخمر مباح، الزنا مباح، القمار مباح، السفور مباح، الغناء مباح، وإلى آخر القائمة. هذه الأشياء التي كانت سائدة في بلاد الغرب وإلى الآن سائدة في بلاد الغرب والشرق، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنهم جاءوا بقوانين استعمارية بالإضافة إلى قوانين المستعمرين، يعني أنه صاروا تلاميذ لتطبيق الاستعمار. مثلا مزقوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة، هذا كان موضوعا استعماريا بحتا، هذا شيء ما كان في أمريكا وما كان في بريطانيا، وإنما قانون استعماري أتي به إلى هذه البلاد لأجل الاستعمار، لا لأجل أنه قانون صالح في نظر الغربيين ولبلادهم. القسم الأول كان قانون صالح في نظرهم وبلادهم وجاءوا به إلى بلادنا. الموضوع الثاني، أنهم جاءوا بقوانين إضافية، قوانين لم تكن في بلادهم وإنما جاءوا بها إلى بلادنا لغرض السيطرة ولغرض الاستعمار. وكلكم تعلمون أن هذه القوانين باقية في أغلب البلاد الإسلامية. الشيء الثالث، جهل الحكام، هؤلاء الحاكمون كرضا خان أو عبد الكريم قاسم أو من أشبه، هل هؤلاء كانوا عقلاء، فاهمون، دكاترة، محامون، علماء دين؟ كلا، وإنما أناس في غاية الجهل والعمالة. لهذا هؤلاء أضافوا من أنفسهم قوانين جاهلة بالإضافة إلى القوانين الاستعمارية وبالإضافة إلى قوانين لأجل الاستعمار، جاءوا بقوانين عن جهلهم. الإنسان الجاهل هذا لا يتمكن أن يأتي بقانون ناضج، لابد وأن يأتي بقوانين تلائم عقليته الجاهلة. لكن الجاهل إذا وضع في مكان كبير لابد وأن يفسد، والغربيون أرادوا هذا الشيء، لأن غير الجهلة وغير المنحطين لا يطيعون أوامرهم ولا ينفذون مآربهم ولا يبيعون البلاد لهم، ولا يتمكن المستعمرون من أخذ الأموال من هؤلاء، ولا يتمكن المستعمرون من أن يجعلوا البلاد متخلفة إلا بسبب هؤلاء. لكن نحن الآن مقصدنا أن القوانين التي شرعت في بلادنا أي البلاد الإسلامية، إبان الحكم الغربي وإبان الحكم الشرقي، كانت هذه القوانين ثلاث مهازل: مهزلة قوانين استعمارية، مهزلة قوانين جيء بها لأجل ترسيخ الاستعمار، ومهزلة قوانين هي قوانين صادرة عن أناس جاهلين بموازين الحياة وموازين العلم وموازين الحكم وموازين البلاد، مع الغض عن الإسلام ومع الغض عن أي اعتبار آخر. هذا ما كان. يجب علينا ثلاثة أشياء. الشيء الأول، فهم الإسلام، إسلام الحكم،
إسلام، إسلام العبادة، إسلام التجارة، إسلام الزراعة، إسلام الصناعة، إسلام العقيدة، إسلام الأخلاق، إسلام الآداب، إسلام الردود، إسلام التواريخ، إسلام المستقبل والماضي، إسلام الحكم. كلامنا في إسلام الحكم، يعني أسلوب الإسلام في الحكم. هذا شيء يجب أن نستوعبه، لأن الإنسان مهما عرف الصلاة والصيام والحج والزكاة والشكيات والاحتياطات والسهويات ومقادير الأنصبة وعرفات ومنى، هذا الإنسان غير مرتبط بالحكم. نحن بحاجة إلى أن نفهم حكم الإسلام، أن الإسلام كيف كان يحكم وما هي خطوطه العريضة في أسلوب الحكم وكيف كان يدير البلاد. هذا علم مستقل، يجب علينا أن نستوعب هذا العلم. الشيء الثاني، يجب علينا أن نفهم موازين الحياة. الحياة لها شكل خاص، وفي كل زمان للحياة أسلوب وشكل وخصوصيات وعلاقات وارتباطات واجتماعات. فيجب علينا ثانيا فهم الزمان. لذلك في بعض الأحاديث في وصف الإنسان المرتبط بالله عارفا بأهل زمانه، هذا الشيء الثاني. يجب علينا ثالثا أن نعرف كيف نتمكن أن نهدم هذا البناء الاستعماري، يعني القوانين الاستعمارية، ونجعل مكانها قوانين إسلامية. هذا أيضا علم، وهذا أيضا عميق. إننا باعتبار أننا مكلفون الآن بإعادة الإسلام إلى الحياة، يجب علينا هذه الأشياء الثلاثة: فهم الإسلام، الحكم، فهم القوانين الوضعية والزمن، فهم كيفية رفض تلك وجعل هذا في مكانه أو جعل هذه في مكانها. نحن مكلفون الآن حيث انهدمت الحكومة الغربية أن نتمكن من إملاء الفراغ، ونتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. قد تقول أنت إن هذا الماء غير صالح وتكب الماء، الناس يقولون لك أعطني الماء نريد الشرب، تقول لا ماء عندي. لماذا لك كببت ذاك الماء؟ أنت ما غير صالح كان، لكن كان يملأ فراغ عطشي. وقد تكون تأتي بماء مثل ذلك الماء، الناس يقولون لك فلماذا كببت، ولماذا هرجت، ولماذا صحت، ولماذا ضحيت، ولماذا تكلمت. وقد تكون تتمكن أن تأتي بماء صالح، تقول هذا هو الماء الصالح. إننا في الحقيقة مكلفون بحمل ثقيل، الحمل الثقيل أن نتمكن من إملاء الفراغ بوجه أفضل. إذا صنعنا هذا الشيء صدقنا مع أنفسنا ومع المجتمع ومع الله، وهذا أمر صعب ليس بالسهل. فهم القوانين الإسلامية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم القوانين الغربية والشرقية المرتبطة بالحكم وإدارة البلاد، فهم وقدرة أن نزيل تلك ونركب هذه مكانها. إذا صنعنا هذا الصنيع تمكننا أن نقدم إلى الإسلام وإلى المسلمين وإلى بلاد الإسلامية خدمة، وتمكننا أن نقول لسائر البلاد الإسلامية هلموا اقرأوا كتابية وشوفوا عنا لماذا هدمنا ولماذا بنينا. هذا يحتاج إلى مطالعة مئات الكتب، إلى دراسة مئات الكتب، إلى مباحثة مئات الكتب، حتى نتمكن من إنجاز هذا الشيء
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من إنجازه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.